بين طموحي وضميري ضايع وبدي قرار، كيف في حدد مصيري، كيف كمل المشوار، كيف كمل المشوار، بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكذب او عادة التيار. ما بين طموحي وبين اللي سابق يا ديني ضاع وقبل الوفا، بتمنى لو ابقى انا ما يغيرني شفا. يا ديني شو فيكي وجع، صوت الظلم فيكي ارتفع، والضحكة عم تخفي طمع، فيك الوفا محتار. بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكسب أو عاند التيار. خلي عندك أمل، لو حاولوا يخفوا النبض ويعيشوك بملل. مهما العتم ولا الظلام، مهما الصمت ضايع كلام، بس قلبي دافي ما بينام، استني يجي نهار. بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب، استسلم وعيش الكذب أو عارض التيار. ما بين طموحي أنا خلص شغلي. يعطيك العافية دكتور. خدوها، أنا رح أنطر التقرير الطبي منك بالمكتب. حاضر. انتي وياها اطلعوا غيروا تيابكم يلا. حاضر. شو بك انت مانك على بعضك؟ بعد اذنك سيدي، هذا الشاب ابن عزه مدلل كثير، حياته مش شايف جاجه مذبوحه، يعني بدك تعذره، حالته النفسيه كثير تعبانه. في تحقيق مبدئي لازم نعمله وبدكم تتجاوبوا معنا. ايه على عيني وراسي، مستعدين نجاوبك على اي سؤال بدك اياه، بس بنفضل يكون في محامي مشان يكون كل شيء موثق. الله لا يوفقكم، دعارة وجريمة قتل. وانت مين بتكون؟ انا صاحب ال... شو بدك تحكي لي قصة حياتك؟ امشي مشان ما استك بالسجن يلا. حاضر. شد حيلك رح تفضحنا. اسمع شريك روك، جربك اسمع. هادي حياتي. حلو ميتال. لك روك شو صار له؟ اني نوفى حياتي انا سميع ميتال بتعرفيني، فانا عم لك ميتال يعني ميتال. طيب بتراهني؟ قولي والله عم تراهنيني. ايه عم راهنك؟ اكيد براهن. من شو لشو؟ اللي بدك يا اللي بدك يا. سوشي لسوشي؟ سوشي لسوشي. اكل معلم. اوكي اتفقنا. اوكي.
آه رفيقتنا ما له معنا بنوم كتير مفكوكة اليوم شكلها. لا ما في شيء بس ملل. هو والله ملل ناحية ملل إيه. ملل. مظبوط. مرحبا. هلا كيفك؟ كيفك؟ منيحة طمني عنك. كله رواق. شوف يا زين يعني إذا الحديث بيطول كتير خدها على جنب حاكيها. أوكي يا زين بشوفك بعدين. إيه أكيد أكيد بشوفك. طيب أوكي. حدا يفهمني اللي صار هلا. أنا ما دخلني. إيفا رجاءً إذا معصبة فهذا لا يعني أبداً إنه العالم مسخرتك وخصوصي إذا واقفين معي. لا عن جد. واو أهلاً جيفارا. مو مستاهلة شريك. لا مستاهلة ونص. العالم اللي واقفين معي ما حدا بيتمسخر عليهم لو سمحتوا. إيه لا بدك تطول بالك. تفضلي. شوفي كده عند حاكيني معك. حق لا 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 مو طبيعي. شفتي قدي طلع استقبالها شرشوح؟ لا شرشوح كتير. أنا بصراحة لو كنت عارفانة هيك ما كنت بروح أبداً. لا أنتوا اليوم حتشوفوا بالفعل بالفعل الاستقبالات على أصولها. حاجه تنطفي هون؟ ما لقيتي غير قدام خلقتي تنطفي وطلعي غبره؟ روحي نطفي هونيك. اسفه مدام. رعاع معك ايه ايه. لا عندي استقبالاتي غير شكل. لا ديكوراتها تافهه اصلا الوانها كثير قديمه. ايه والله عم يرن. ايه فايزه بحاكيكي ببقى. باي 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 باي. الو اهلين ايهاب كيفك؟ شو؟ لك انت شو عم تحكي؟ طيب انا بحكي مع عبد المجيد. بحكي معه بنجي فورا. ماشي. الو شو طولي بالك. اهدي 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 لا افهم منك بس. ايه منيح اللي اتصل بايهاب انه ايهاب تعرفي محامي بيعرف شو بده يعمل هذا شغله. طيب بتصل بمعارفي بس قبل ما اتصل بمعارفي لازم اصل انا وياك لهنيك نعرف شو الموضوع لحتى اعرف شو بدي احكي مع معارفي. خلاص طالع فورا. هلا وبيرضى عليكي الغيلي مواعيدي كلياتها يمكن اليوم ما ارجع انا. طيب بتحب اجي لك اياهم كلهم لبكره؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ما بعرف. حاضر يا رب. Ring my bell. أبداً. Hello. ما بتأسر. Hey. رفيقتنا. Hello. مرحبا. نحن مو ناويين نعمل شيء اليوم غير إنه نضل ناطرين. شو بدنا نعمل يعني؟ لو ما حضرنا غير محاضرة واحدة ولا يمكن ولا محاضرة. فينا كنا نروح نتغدى كمان. نطلع مشوار ممكن. دورة بالسيارة ممكن. أي اكتيفيتي. رايقين. لحظة شكلها انحلت. شرف انريكي. صباح الخير. يا صباح الخيرات. دفيت؟ لا بس عم اوريك الساعة. شعرك طبيعي ولا بيروكي؟ ضبط. هاي مسيو. شو ليش حضرتكم هم بالمحاضرة؟ والله هيك اجانا الاوردر اليوم نحن. نقعد ننطرك. مشان نكسب شوفتك.
وكسبناها للأمانة. ليكي 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 زينجو ورينجو ما أحلاهم. ليك يا زون، تعال نحب بعض شوي شوي. ايه بس شوي. تفضلي. تحبكن مكة إلهي. ليش مو رايق؟ لا رايق. بعدين حدا بشوف هالوش الحلو وما بيكون رايق؟ يا الله قدي صار لي مستنية منك شي كلمة بتبل القلب. ايهام سألتني هداك اليوم ليش نطرتك مع انه ما كان عندي محاضرات. هلأ رح اقلك، كنت مشتاقت لك وجعبالي شوفك. ما في رد؟ لا امبلا امبلا اكيد في رد، بس يعني اكيد مو هون ومو هلأ. ليش مو هون؟ طيب امتى؟ يعني بس نكون لحالنا على انفراد يعني. بلكي شي يوم. بلكي؟ ايفا انا اسف بس انا عن جد لازم امشي، بنحكي بعدين. ايه وين رايح؟ بدي روح الديوان. ايه بشوفك باي. واخيرا خلصت من هالمحاضره، غطت لي على قلبي ونشفت لي ريقي. بس يلا ماشي الحال، هدول آخر محاضرات يعني بيجوا غلاظ بس مهمين كتير. نعم. لولا هيك ما كنت اجيت الصبح كنفتة. صحيح انت سجلتي بالمعهد؟ سجلت بس لو تعرفي شو صار فيني، وصلت على آخر لحظة. أصلاً في شب هونيك لو ما ساعدني كان ما مشي الحال. بالزور بالزور والله عن جد. أنا وصلت كانوا عم يشطبوا القوائم. أها تيلي شب ساعدك. إيه إن شاء الله يلي ما لقيتي هون تلاقي بالمعهد يا رب. يا لطيف يا لطيف على هالشعب، عم قلك سجلي مو خطبني. لك يا لطيف قديشك وحدة سلالة، واحد ما بياخد منك لا حق ولا باطل. قال عم يعملوا حفلات بالمسرح، شو رأيك نروح نحضر؟ حفلات شو؟ يعني غني، عزف، واحد هيك بيروح بيكسر روتين، نطلع من هالملل. ايه حسب يعني حسب الظروف، حسب أي ساعة مشان أهلي ما يزلغتوا. أها ايمت بدك تعملي لي من هدول؟ اسا ما بلشتي لي فيهم؟ بلا بلشت لك فيها، بس بدها شوية وقت لتخلص، صار وقت المحاضرة. يلا قومي هيا بنا عليهم. هلا امورك صارت ظابطه تمام وما في اي شيء، وفيك تباشر شغل من بكره. انا بتشكرك. على راسي. ومشان الامور الماديه لا تتكلم ابدا، بعد يومين ثلاثه من شغلك بنقعد انا وياك بنكتب عقد بيريحنا وبيريحك. اوكي اتفقنا. اشربها وتم. انا هربت لاخلص من عيشتي، طلعت الحياه برا اصعب وامر. لا تبلشينا على أساس الحياة اللي كنت عايشتيها كلها طيور والزهور. مرح وينك أنت لهلأ؟ ليكني موجود، كنت مع سعيد محامي جمانة واتفقت أنا وياه على كم شغلة. إيه مش الحال؟ بدنا نحول له مصاري، أنتوا واثقين منا لهي؟ خايف حن قلبه على سوسن. لا تأكل هم لجمانة، كرمال ألفيرة بتبيع أبوها. مضار شو بك؟ شد حالك، رح تفضحنا وتفضح حالك. فهمه عم بحكي معه ما بيرد علي. لك يقطع عمرك انت، كل اللي وصلنا له بسببك. بكفي بكفي، مو وقته هالحكي، مو وقته بنوب. شو استاذ سعيد ما خبرني انه المصاري صاروا باسمي؟ رح يصيروا هلا، كنت انا وياه واتفقنا على كل شيء. شو مانا وعك لعب ديلك معانا وعك. الو. احترامي سيدي، احترامي. نعم حاضر سيدي حاضر، بس سيدي لازم تعطي توجيهاتك مشان ما انحط بسين وجيم.
حاضر سيدي، مفهوم. احتراماتي، الله معك. قضية المغدورة فرح، وأي شيء بيتعلق بهي القضية أنا المسؤول عنه بشكل مباشر، وأي شيء بخص القضية أنا بس يلي بتطلع عليه. قضية عبد المجيد بيك أنا بس اللي بتابعه، مفهوم ولا بعيد؟ مفهوم كلامك سيدي. احترام. ما فهمتيني شيء على التليفون، شو القصة؟ ما بعرف ليش أخذوه مضر، بس اللي فهمته إنه أخذوه من هداك البيت وهذا اللي مخوفني. تأخرتي كتير بالخوف، تربيتك واستهتارك هي اللي وصلته لهداك البيت. عبد المجيد هلأ مو وقت هذا الكلام، خلينا نفوت ونشوف شو القصة. ايه معلم. شو؟ كل مسأل مسأل بشوفها. ايه هلأ ما رح أقدر، ماني فاضي. خلص منحكي 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 بالسيرة. ماشي حبيبي، يلا دير بالك. باي باي. الله معك. هاي ايهام. اهلين ايفا، كيفك؟ تمام. طلع خليني وصلك. لا لا ما في داعي، مشواري قريب. ايه طب قرب حاكيني شبك. طلع خليني وصلك، طريقك على طريقي. يلا. لو سهلة. كيفك؟ منيح. سائر شوفي شو صاير. شوفي ماما. مضر ان شاء الله. مضر شوفي شو صاير. مضر ارتكب جريمة قتل. شو؟ شو عم تحكي انت؟ قتل قتل؟ ابني مستحيل يعمل هيك شي. شو عم تحكي انت؟ إيهاب حاكيني مثل خلق العالم. قتل مين؟ البنت، البنت اللي كان يلفي عليها بهداك البيت. عبد المجيد مشان الله، مشان الله هذا مضر عبد المجيد. سوسن حاج بك وما صرعتي راسي. خلاص ما كانت عاجبة عيشتها، كانت حابة تغير حياتها، بس ما لحقت المسكينة. كانت تتطح على كتفها وتبكي. إذا ما بسدي بوزك نعطيك بوكس نلحقك بيها. ها تعودت على قدر الدور فيك. جرمين بس خلص سائل، حوض محلك. تركها تركها تبكي وتنوح، بلكي بترتاح وبتريح. افيا ولا كلمة بس. اعملي حالك وروحي على البيت. كيف بدي روح واترك ابني هون؟ انا بقيان انا وايهاب هون، انا حتابع الموضوع. روحي. مضر هات يا عبد المجيد. مضر حاتصل بايفا تجي تاخذك. بتشتغل شي لحتى ما بتطلع معنا؟ انا ايه بشتغل مدير نايت كلاب. اه حلو. شو اسمه؟ اسمه لحظة هذا بابا. الو اهلين بابا، امن الجنائي؟ شو عم تعمل ماما هوني؟ طيب يلا يلا جاي. خير شو في؟ ما بعرف، انا اسفة ايهم بس مضطرة امسك عليك. لا لا ايفا روحي روحي، بروح معك. شو هالحكي؟ روحي ما بصير. يلا طلعي طلعي. ايه
عليك وحبيب القلب عم يستناكي. خلص بلا غلاظة رح نتركك معه، لا تتصرفي مثل الصغار وتقفشي. طيب طيب يلا. كيفك يا حلوة اليوم؟ منيحة. شو بكي سارة؟ هلا هيك بدنا نقضيها؟ شو يعني هيك؟ شو قصدك؟ يعني بهالخجل الزايد وعم شوفك قدام المدرسة، صرنا شهر على هالحالة وبعدين؟ سارة ليش ما عم تفهمي علي؟ خلص إذا أنت ما بدك علاقتنا تتطور أوكي مثل ما بدك، وبوعدك ما عاد تشوفي وشي أبدا. كيف يعني ما عاد شوفك؟ إن شاء الله بيسلم لي اللي بخاف إنه ما يشوفني. من هلأ ورايح بتزبطي أمورك مشان شوفك بعيد عن المدرسة وقت طويل. حبيبتي لازم نكون لحالنا يعني بدون ما يشوفونا رفقاتك، إلا إذا ما بتثقي فيني فهاد شي تاني تماما. لا لا يعني أنا بوثق. لا تتصرفي مثل الصغار والطفشي. توثقي إيه؟ إيه يعني يمكن معك حق. طيب ماشي رح خليك تروحي هلأ مشان ما تتأخري، بس المرة الجاية بدي شوفك لحالي وقت طويل مو سلوقة مثل القضاء المستعجل. طيب ماشي يلا باي. باي يا قلبي. ايه سيدو شو صار معك مشان هالعروس؟ هاي عروس، هاي ختيارة مكحكحة. خيو انا بدي روح اتسبب، وانت فكر على 100 مهلك اذا بدك تشتريها، لانه انت اولى من الغريب. والله ببالي هالشروة يا غسان ببالي، بس تركني هاليومين. خليهم اسبوع على 100 مهلك، بس وينك بدي حق كاش، لانه انت بتعرف انه انا بدي بدلها. ايش وعلي قول الله غسان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وهي كمان جديدة. لا حبيبتي هي من البالة ب500 ليرة بس. عن جد؟ لا بلا والله كثير لابق فيها 3 مليون. بس في ربك. ها هي ابو ايهم. اهلين اهلين بالصبايا الحلوين. كيفك عمو؟ منيح الحمد لله. الحمد لله. سجلت بالمعها؟ سجلت وهلا رايحة داون. ايه كثير كثير منيح. يلا توصينا بشي. والله بدي سلامكم، ديروا بالكم على حالكم. في معك بونبوني؟ كيف لك؟ بيطلع لي وحده؟ ايه لك. لا رح بنشوف. شو ما عندك ابوك يعطيكي انت بونبون؟ لا ما في. انا نقي ما تركتني خيار انا هيك. يلا باي يا حبيبي. الله خاطرك عمو. الله معك. شو القصة؟ وينه بابا؟ مصيبة. شو القصة؟ متهمين أخوك بجريمة قتل. قتل مين؟ احكي لي ماما شو القصة؟ إيفا رؤي ماما تعبانة ولازم ناخدها على البيت لترتاح. أعطيني مفتاح السيارة خليني أسبقكم. يلا ما تطولوا. ماما شو القصة؟ تعالي معي. ما بسيارتي ماما. هلا ما بعد حدا بيجي. الحيثيات كلها واضحة وكل الدلائل عم بتشير باتجاه مضر. المسدس يلي طلعت منه الطلقة هو مسدسه. ضل نكتب الضبط النهائي بعد ما نستجوب الكل. يعني القصة واضحة؟ عفوا يا بيك لسه ما في شيء واضح. ضل استجواب المتهمين كل واحد لحاله وتقرير الطبيب الشرعي والمعمل الجنائي. بالضبط هذا اللي بدي أقوله، لأنه في أشياء ممكن تغير مجرى التحقيق. ما بظن. البيت هذا مشبوه وكان يجينا شكاوي من الجيران من الأصوات اللي عم تطلع منه، بس على كلن رح نستنى لنكتب الضبط النهائي ونحوله على المحكمة. يعني هالشي شو بيغير يعني؟ الله يصلحه على العملي. سيادة المحقق بالقضايا ما بناخد بالظن، بناخد بالأدلة والشهود، وأنا في عندي 2 من الجيران عندهم شي يقولوا ولازم ينضاف للضبط، بالإضافة إنه موكلي رافض رفض تام التهمة الموجهة. عبد المجيد بيك بكل الأحوال ما تهكل هم، حكى معي معلمنا وأي شيء بقدر ساعد فيه أكيد ما رح أصير. غريب هادي لحق يضرب القصة. كيفك جارتنا؟
أهلين أهلين. شبك أمي؟ ما في شيء، فوتي فوتي. حكيتك شيء ضايقك هي الخانون؟ ليش هي بتحكي شيء بالأول لحتى تضايق ولا تفرح؟ لك من سنة من وقت ما إجت على هالحارة ما شفتها صبحت على حدا. أنا بس بدي أعرف عشان مش عارفة حالها. يلا شفنا بالناس. يلا حبيبتي غيري تيابك لنحط الغداء. يلا حاضر. خير إن شاء الله. شوفي خير شي كويس. يلا فورا. روحي انت. تفضلي ماما. شو صار لك فجأة؟ ما كان فيكي شي ماما، كأنه نزل ضغطك. منيحة منيحة. منو هاد؟ أيهم زميلي بالجامعة، بس ما صار فرصة إني أعرفكن على بعض. الحمد لله على سلامتك مدام. يلا أنا بالإذن رح وصلك. أنتي خليكي هون. ما في داعي، باخد سيارة لحالي. أيهم شكرا على كل شيء، وآسفة مشان ماما، بس مثل ما لك شايف نفسيتها كتير تعبانة، رح خلي حدا يوصلك. لا لا ما في داعي. لا تخجلني أكثر إذا بتريد. تفضل. قاعة 12 الدوام ببلش هلا. يلا فوتي لدلك المهم نجيب الكتب لأنه تأخرنا على الدرس. تامر. ألمو. كان لازم احفظ هذا الاسم من وقت ما تعذبت وسجلتي. ايه معك حق، بس انا كنت مستعجله كثير هداك اليوم. يا ستي مو مشكله، فوتي لدلك من وين بنجيب الكتب لانه شكلي راح اتعذب معك. تفضلي. لا انا لانه انا راح ادلك. هيك لكان ندالتك ونفسك البنية هي اللي وصلتنا لهون. والله عصبيتك وجنانك رح يودوك لحد المشكلة. بعدين بدل ما تتشكرني لأني عم طلعت من الورطة اللي حطيت حالك فيها من ورق قلة عقلك. معك حق، لو ماني قليل عقل كنت لحقتك بهديك المسكينة. مسكينة؟ قسما بالله أنت واحد مجنون. لك هي بنت ليل بتقضي وقتها من واحد لواحد، ولك هي أشرف منك ومن عيلتك. لا خلصنا بقى أنت وياه. يقطع عمرك وعمره هلا ابوه مخبصكن. ها اقعدوا بالولدنه، مو ناقصنا مشاكل. نحن هون لازم نفكر كيف نطلع وبس. مشان الله طالعيني من هون. بايات الله، نحن شو عم نساوي هون؟ نحن ما دخلنا، نحن ما عملنا شيء. كل العالم تعرف انه مضر هو اللي قتل، هو اللي قتل. نحن ما دخلنا ما دخلنا. طب المحقق شو قال لك؟ هدي لي حالك هدي لي حالك، لسا ما بتعرفي الايام شو مخبيت لك. شوفي اكثر، شوفي لسا اكثر من هيك. جمانة خير؟ تفضل عندك مقابلة. يلا قومي حبيبتي، قومي قومي اهدي حالك. طولي بالك حبيبتي اهدي العام. قديش في فرق، صالونهم أكبر من بيتنا.
لا بس الحمد لله نحن كمان عنا درجة وصل بين طابين. شو بدنا نحسد عليه والله. يا لطيف يا إيفا، انت وين وانا وين؟ حتى الخزانة اكل نصيبة كمان بالبيت، اما شو عايشين عيشة انحسد عليها والله. من الاخير يا حضرة الافوكاتو، القضية واضحة وموكلك رح ياخد يا اعدام يا مؤبد. لا تنسي انك رح تروحي معه، ان شاء الله مفكرة انه رح يتركوكي لحالي. انت ما عليك مني، بروح بجي هي مشكلتي. طيب شو المطلوب؟ 50 مليون ليرة بينحطوا بحساب شخص الأستاذ سعيد رح يقلك على اسمه، وبينمحى أي أثر للجريمة، الجريمة يلي أنا وإنت منعرف مين عملها. لا تتفاجأ، أنا رح نفذ مضر من حبل المشنع. طيب فيني أعرف منين جايبي هالثقة؟ الجريمة مصورة. هلأ بقدر روح قول للأمن وكلياتنا منطلع من هون قشة لفة، ومضار بيحمل القصة كلها. ليك حضرة الأفوكاتو، التفاصيل كلها مع الأستاذ سعيد، هلأ شوي بيكون هون رح شوفه وفهمه على كل شي. تمام؟ ماشي. كيفك معلم؟ أهلين وسهلين. في غراض؟ ايه في، بس غليانين شوي. هات لك شقفه. دير وشك. سيك 4000. سلموني يا معلم. مع السلامة. لك انت شو جابك لهون؟ بدك تشمسنا؟ خلص الحشيش من عندي، ما قلت لك اترك لي شقفة؟ لك هوس وطي صوتك يا زلمة، بدك تشمسنا؟ هي ما تركت لك شقفة وطاير عليك، شنو لو تارك لك؟ كنت ما شفت خلقتي، مشيني. معك مصاري؟ مين يا حسرة؟ ما اجت الشرطة أخرت العدة وأخذت العرباية ورجعتها للبيت. يا حبيبو ما تنسى الحلو، الله يرضى عليك، عم بستناك. يا حلا وبرك يا حنون. الأماني صارت معي. وكيف قدرت تفوت على البيت وتسحب السي دي؟ قدرت. المهم هلا بالاستجواب بتقولي مثل ما اتفقنا. وبركي لعبوا علينا وما دفعوا. مستحيل هالشيء، لأنهم بيعرفوا إن السي دي معنا وممكن نسلمه للأمن، وانت وسوسن تطلعوا برا القضيه، وبعدين انا رح اطلب منهم ناخذ نص المبلغ قبل المحكمه. انا متاكد رح يدفعوا. معناها على السريع فاوض على السي دي. طق قلبي من القعده هون. ايه انت من هالقعده هون رح تصيري مليونير. وانت نسبتك مانا قليله. انت رح تاخذي الجمل بما حمل، وانا يا دوب يا دوب ابنك. هلا ليش شو عم تاخذ وتعطي؟ خلصنا بقى. حسينة قومي لهو، سطحي ريحي حالي، خلصنا بقى. انا ما قلت لك وانت جاي بتجيب معك ايهاب لحتى افهم منه شو صار؟ ها ايوه الحق معك، الحق معك، لانه انا ما عندي عقل، انا ما بقدر افهم منه. في فرق بين تفهم عليه وبين تفهم عليه وانت مهتم. لا تطلع فيني هيك،
مضر لو كان ابنك ومن صلبك ما كنت هلأ بتحط راسك وبتنام وانت مرتاح. لك شو عم تحكي انت؟ شو عم تخبصي انت؟ مضر ربيته وقت ما كان صغير وما بيعرف أب غيري، بس ما خرب وما انتزع وما فسدت تربيته إلا لما استلمتيها أنت وتركتيه على راحته. لما كنت قلي لك يا أبو سينا هذا ما بيصير، هذا ما بينفع، قلي لي عم تقص عليه. هلأ وقت هذا الحكي؟ هلأ وقت نعرف الحق على مين؟ إيه إيه هلأ وقته، وقته ونص، لأنه أنت عندك ولد صغير اسمه جود، بدك تربيه، بدك تعلميه، مو تتركيه لوحده وأنت ما بتعرفي شي عنه. عرفانة ومطمنة، وهي مو اسمها وحدة، هي اسمها سهام، وهي مربية ودارسة ومثقفة وبتعرف بأصول التربية أكثر منك ومني. بس هذا مو معناته تزتي للولد وتنسي إنه عندك ولد. لك هلأ نحن بمضر ولا بجود؟ شفت كيف أنت بس مهتم بجود؟ وولادي مضر وإيفا ما بيعنوا لك شي؟ ولادي؟ أيوة، هلأ كمان إيفا ما عادت محسوبة علي؟ خلصنا عبد المجيد، بكفي ارحمني بقى شوي. مضر متهم بجريمة قتل، يعني فيها حبل مشنقة. عم تفهم شو يعني حبل مشنقة؟ ليش هيك صوتكم طالعة؟ شوفي ماما روقي مش عم بقول لك. يا ابو سينا يا حبيبتي سوق بيني، لك انا طوال النهار عم فكر بقضية مضر، حكيت مع كل اصحابي، بس الشغلة كبيرة كبيرة. لك في بنت مقتولة بمسدس مضر، وانا مع كل اسف انا ما بعرف انه ابني بحط مسدس على جنبه. ماشي ماشي عبدي، ماشي ماشي. روقي ماما. يلا خلينا ننزل مشان تفطر قبل ما تتأخر. بس نحنا ما لنا متأخرين. شو؟ شو عم تفزلك؟ لك ما بكفي باليوم اللي اضطريت ما اجي فيه خربت الدنيا لأنه أمك بوسينا ما فيقتك؟ لك نومة أهل الكهف إن شاء الله. يلا ولا يلا قدامي لشوف. يلا. يعني ما بدك تعترف؟ والله ما عم بفهم عليك يا سيدي، شو بدي أعترف؟ أنا قلت لك كل شي بعرفه. ليكي يا سوسن، أنا لهلأ متحفز على مضر وسائر وجمانة لأنه حاسس إنه في إلنا بالموضوع، بس أنتي لازم تعرفي إنه الكل شهد ضدك وقالوا إنك أنتي قتلتي فرح وهددتيهم بالقتل إذا ما بيقولوا إنه انتحرت، وطبعا هني سايروكي وقالوا لك إيه ونطروا لحتى إجوا لهون واعترفوا ضدك، وأنا ما استكملت التحقيقات غير لحتى إجوا اثنين شهود وقالوا إنه أنتي علاقتك فيها كانت سيئة وإنك هددتيها بالقتل أكثر من مرة. شو هذا الحكي اللي عم بسمعه؟ شو هذا اللي عم بسمعه؟ كلامهم هن الثلاثة مطابق، كلامك اللي مختلف عني، حتى ما أنا منطقي كمان. والله يا سيدي، والله يا سيدي لما دخلني أنا ما قتلت حدا، هذا مضر هو اللي قتل، وأصلا هن هددوني مشان ما أحكي شيء، أنا ما قتلت حدا. لو إنك غيرتي كلامك هالشي ما عاد ينفعك، بس رح نسجل هذا الكلام بملف أقوالك، رح تتحولوا على المحكمة وهنيك كل شيء بيبين. يا ابني حاضر سيدي. خدها الله يوفقك تساعدني. والله العظيم انا ما دخلني، انا ما قتلت حدا، هذا مضر هو اللي قتل، هو اللي خلوني قتلوني حتى ما سيدي. كانه ماشي بالقضيه بسرعه كبيره. مزبوط، حتى اني وقفت باقي القضايا على حساب تمشي هاي القضيه. ليش سيدي؟ هيك اجتنا الاوامر من فوق. حكوا معك بخصوص حدا من المتهمين؟ لا ابدا، شكلهم ضامنين براءه المتهم يلي بيخصهم، بس يمكن بدهم اياها تمشي بسرعه القصه، بتعرف هدول اولاد عز وما هم متعودين على هيك اجواء. اهلا وسهلا استاذ سعيد. تفضل تفضل. شكرا شكرا استاذ ايهاب. طمني شو الاخبار؟ والله الاخبار عندكم يا استاذ ايهاب، نحن لهلا ماشيين معكم مثل ما بدكم، صار لازم تردوا لنا اياها يعني مشان جمانه ما تغير اقوالها بالمحكمه. حقك الطبيعي، رح نتحرك فورا لعند عبد المجيد بيك، نتفق بالفيلا هنيك أحسن وأأمن. صباح الخير يا بيك. فوتي لجوا. شو شبه تعي عدي. لك شبك ليش هيك مبسمرة؟ شو صاير ليك؟ لك وليش هنيك؟
اجي اجي يا جنيت بلا ما تعرفت على واحدة من شوارع مثل ليلى وكيف بعد عني بعد جيت على هيك بيت يا بنت الشوارع الكخراسة خرسونة فما حويتك ببيتي يا بنت اللي هي بس الوحدة على سريرها ما في شي يا عمى ماشي يا جمال هسا خلاص شو صار لكم بس هيك ما بيصير ما بيصير ابدا نحن عم نوصل بنت بريئه لحد المشنى عفوا يا بيك لا تنسى انه هاي البنت بنت ليل لك ايه انا بفني العالم كله كرمال يطلع ابني مو بس شقفه بنت ما بتسوى قشره بصري العالم كله عفوا والله انا كنت بفكركم متفقين والامور منتهيه على كل إذا بدكم جمانة ما تغير أقوالها بالمحكمة بكرة المصاري لازم تكون محولة بكرة المصاري على الأكيد لح تتحول إيهاب بتخلي تواصلك المباشر معي أنا حاضر يا مدام وبتحط ببالك مضر بده يطلع من هي القصة مثل الشعرة من العجين بأي طريقة إن كانت استاذ نص المصاري لح بيكونوا باسم الشخص اللي حضرتك بتحدده والنص الثاني الاستاذ ايهاب لح يوصل لك يا بنفس يوم المحكمه بس تثبت شهادتها من بعد اذنك ثواني يا مدام الاهم شهاده جمانة هو السي دي لانه المبلغ الكبير اللي رح ندفع لك اياه هو حق السي دي مو حق كلامه اللي اشتريناه اصلا بالمبلغ اللي دفعنا لك اياه تمام هالحكي السي دي بيكون عندكم بعد حكم المحكمة وأي شيء تاني أنا بكون مأتلفه بإيدي كونوا واثقين من هذا الشيء بعد شهادة جمانة صار السي دي بيأذيكم مثل ما بيأذينا مشان هيك لازم تسلمنا يا بأقرب فرصة حتى نتخلص منه كتير عجبني هذا الكلام منضل على هاي الخطة يلا معناتها نحن منستأذن يا مدام أمينة وصلي الأساتذة على الباب تفضل ما بين طموحي وضميري ضايع وبدي قرار كيف في حدد مصيري كيف كمل المشوار كيف كمل المشوار بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب استسلم وعايش الكسب او عاند التيار ضمير صابك يا ديني ضاع وقل الوفا بتمنى لو ابقى انا ما يغيرني جفا يا ديني شو فيكي وجع صوت الظلم فيك ارتفع وتحكي عم تخفي طمع فيك الوفا محتار بين العقل بين القلب هو الخيار اللي صعب استسلم وعيش الكسب أو عارض التيار ما بين طموحي